أو طبعا أستاذ محمد، أهلا وسهلا. اهلا بك يا فندي. أهلا، اتفضل. والنبي يا فندي، يعني يا ريت تسمعوني بس، لان المشكله اللي انا هكلمها دي مش تخصني انا لوحدي، ده تخص طبعا ايه شباب كتير. اتفضل اتفضل يا فندي. الله يخليك، وريت بس يبقى في حل، محدش يقطع عليا اتفضل بعد يا فندي. اذنكم. يعني اتفضل اتفضل. دلوقتي المدام سابك البيت ومشيت من ورايا، الايه؟ من ورايا من وراك حصل ايه؟ سابت البيت ومشيت. مراتك سابت البيت ومشيت. وفوجئت طبعا، سألت على الأهل ومثلا دي ما ولا راح تقع مثلا يومين ثلاثة، قعدت شهر. راحت، لقيت في محضر ده جاي بتبديل عفش، وفي حبس شهر، شهر حبس. فلحقت انا بعد عشان نجري ايه الموضوع يا جدعان، قالت هي مش عايزه تعيش خلاص. وطبعا اخذ العفش طبعا، حاجه بنلاقي بعفش ومصاريف وشقه. طيب هو حضرتك عندك كام سنة وهي عندها كام سنة؟ يعني هي كبيرة وانا كبير. طب ماشي، يعني انتوا كبار. هي طبعا طبعا يعني عملت الحاجات دي طبعا من ورانا، ولا بدلنا عفش ولا عملنا اي حاجة ولا اي حاجة. وبعدين طبعا يا جدعان قالوا لا خلاص طلعها بقى، وكفاية عليها ان هي قاعدة تقعد لوحدها وتقعد في بيت لوحدها، واتحكم لها طبعا مصاريف ليها ومصاريف وشقة، واخدت العفش. طب هنا اخدت كل حاجة، ذنبي انا ايه؟ طيب يعني حضرتك مش مهم عندك كام سنة، انتوا متجوزين من كام سنة؟ 30 مثلا؟ 30 سنة فاتت. ماشي، وهي بتدور مش على عايز العفش اقول لك اللي والله يا فندم، بتدور على العفش اللي من 30 سنة اتبدد ولا اتكسر ولا لسه عايش؟ لا طبعا لا، يعني اكيد الحمد لله خلاص. ربنا فرجها وكنا بنوضب يعني. ماشي، وضبته. وضبنا. هي دلوقتي عايزة تتطلق من حضرتك وانتوا مخلفين؟ مش عايزه تتطلق ولا عايزه ترجع، عايزه انا اطلقها غيابي. هي عايزه تتطلق. طيب حضرتك مش عايز تطلقها يعني؟ لا ليه بقى؟ عشرة وفي عيال، ولادك بقى معاكوا في البيت ولا اتجوزوا؟ اخدتهم يعني لسه ما اتجوزوش؟ طبعا. طب وانت ما حضرتك ما اتكلمت معاها ومع اهلها ومع لا ولادك؟ خلاص اهو مش عايزين، قالوا كفايه عليها ان احنا هي عايزه بقى تعيش لوحدها، وعايزه بقى تتفسح براحتها وتخرج براحتها، لحد بقى يحكم فيها ولا 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 من الكلام ده كله. طب هي لما قبل كده كانت بتبقى عايزه تروح لاهلها، انا ذنبي ايه حضرتك بقى كنت هنا؟ بتمنعها يعني؟ نعم؟ حضرتك كنت بتمنعها ان هي تروح لاهلها او تخرج او ابدا. كده؟ هي كل مشكله ان كل عايز يروح كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، طبعا الواحد طبعا كل يوم ما ينفعش، كل يوم او خروج كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم ما بينفعش. وبعدين المشكله دي انا شايفها متعرضه في شباب كتير يا عيني، واخد بالك؟ فذنب الراجل، انا ببص لنقطه واحده بس، ذنب انا ايه عشان اخسر كل حاجه النهارده وهي تاخد كل حاجه؟ ايه اللي انا عملته بقى النهارده؟ فين حق الزوج النهارده؟ طيب يعني انسان حضرتك محترم مثلا، او انسان حضرتك لو مش عايز تطلقها واتكلم معاها ومع ولادك ومع اهلها وخليها ما ترجع وتجرب تاني ان حضرتك تديها حريتها. كل اللي سيادتك بتقول لي حاولنا محاولات كتير، خلاص الدماغ النهارده ماشي يا دكتوره، النهارده اللي ما بقينا سترك يا رب على اللي بيحصل النهارده. الست النهارده يا بابا بتسيب بيتها بابا وبتحكم وتشتكي لجوزها، وجوزها ما بيعرفش وبتحكم ليه، والشاب النهارده بيتدمر والراجل النهارده بيتدمر، وهي بتاخد كل حاجه والراجل ما بياخدش حاجه. انا اعيش ازاي؟ او اي شاب تاني ممكن يعيش ازاي يا بنتي؟ يعني ينفع الكلام ده يا جدعان؟ فين حق الراجل النهارده؟ ماشي، ربنا يهدي الاحوال. عرفت المعلومه بالظبط، فين حق الراجل لما تاخد كل حاجه والراجل ما ياخدش حق كل حاجه؟ ربنا سبحانه وتعالى والاسلام قال كده، قال ان في ست ايام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان الست كان في واحده بتحلف في الراجل ولا كانت بتاخد شقاه وترميه. النهارده بتخرجوا وشنطته يا بنتي. طيب انا يعني انا شايفه ان الموضوع مش هيتحل ده الا بالتراضي، يعني لازم حضرتك تقعد معاها ومع ولادك وتخلي ولادك ليك هم في صفها. هل انت برضو كنت صعب معاهم ولا ايه؟ يعني حضرتك برضو لازم تتكلم مع ولادك ومعاها ومع اهلها وما تستسلمش للوضع، ودي حريتها. يعني قول لها خلاص ارجعي وجربي وانا هسيبك تخرجي زي ما انت عايزة. يعني لو هي هتروح فين كل يوم؟ هي ست كبيرة، هتروح لاهلها لاختها لمامتها لجارتها، تنزل تشتري حاجة من وترجع، يعني هتعمل ايه؟ يعني دي حرية. او اخرج معاها، اخرج معاها اتمشوا كده اقعدوا على النيل. يعني يمكن هي زهقانه او حاسه ان هي ست بقت كبيره
مش عايزه حد يتحكم فيها، واحده طيب مثلا عندها 60 سنه خلينا لسه نتفق، يقول يعني لها اذا ما تنزليش استحالت وما تطلعيش. هو الاصل لما يحصل فيه مشاكل يبقى في ناس اهل الصلاح واهل الحكمه هم اللي يقعدوا مع الناس دي يبداوا يصلحوا ما بينهم، فان استحالت العشره فامساكوا بمعروف او تسريحهم باحسان، فاذا كانت هي الكارهه فلها الحق ان تخلع منه، يعني ان تخلع ان ترد لو هي اللي عايزه تعمل خلع تختلع وساعتها ايه خلاص مش هتاخد حاجه مش خالص. هتاخد حاجه، وتقول له والله حقك اتفضل انا مش عاوزه حاجه، انا عاوزه انفد بجلدي، يعني واخده بال حضرتك؟ والقران الكريم قال فبعثوا حاكما لي وحاكما لي يريد اصلاح يوفق الله بينهم، وخلاص استحالت العشره فامساكم معروف او تسريح باحسان، يعني صلى الله ان يهدي الجميع يا رب، احنا ما نعرفش الملابسات ايه. طبعا ربنا يهدي الاحوال في كل البيوت يا رب.